بسم الله الرحمن الرحيم. انا السكان ديال الارز، انا سميتني شكدار محمد اللي رفع الدعوه ضد هاد اصحاب القصاب والعواد اللي 2011، وحنا ندفعوا الشكايات ديالنا للسلطات، لسعاده العامل، سعاده الباشا، سعاده رئيس مجلس البلدي. من 2013 تخرج اللجنه الاولى، الثانيه، الثالثه، تيدخلوهم تيعاودوا يخرجوا، تيقول لك حنا اللي درنا لهم محاضر، درنا لهم الانذارات، درنا قرار الافراغ، قرار هادي حتى حاجه ما كاينه من هذاك الشيء. حنا ما تنعرفوش هاد الناس هادو شكون اللي من وراءهم. قال لك حنا سيروا صوتو، سيروا فين ما عجبكم، حنا جالسين هنا، حنا نديروا اللي عجبنا نديروا هنا. اش كيسببوا لكم هاد الناس؟ تيسبوا لنا الفوضى، تيسبوا لنا الكاميو، تيعرقلوا الطريق، طوارو تيتحلوا عند الراس ديالنا هنا، المنشار. كيفاش طوارو؟ طوارو تيحلوا ليه الفم ديالو عند الراس هنا، المنشار تيقطعوا به العواد، هذوك السواتر تيقطعوا من هنا، تيجيب لك 30 ساتور 40 ساتور تيقطعهم مره واحده. انت ناس هو تيفيقك، انت هو ما عنده ما يناس، هو فين ما جاتو البيعه يجي هو يقطع لك العواد. واعيه الضجيج، اي الضجيج هنا، الناس تيشكيو ما كاين والو، واعيه ما تشكي، تجي هنا تتلقى العرقاله هنا، كابيو من هنا، بيكوب من هنا، غادي تيشرجي هذا تيحط هذا تيدير، تجي الطوموبيل تال هنا ويقول لها رجع الله، رجع الله، يبقى راجع مسكين الله يقطعونا الطريق. العريضه اللي قدمتو، العريضه فيها 33 واحد، فيها اساتذه، فيها موظفين، جوج ديالها. هذه العريضه عطينا دابا الا قلنا كاش فيها العريضه، تنطلبوا رفع الضرر، تنطلبوا رفع الضرر بهاد الناس هادو اللي ما مصدعونا، دائما صداع. دابا هنا واش هذا راه حي سكني من السكنه والتعمير، البلون ديالهم ديال السكن هما عاطينهم، قال لك ديبول هذا حي سكني اقتصادي، اللي سكن اقتصادي، سكنه وكراج ديال سياره، من غير هادشي ما كاين والو، ما كاينش هنا صناعه ولا شي حاجه. هما عاطي قال لك عطيونا ديبو نحطوا فيه العواد، نحطوا القصاب، نحطوا هادي. اذا كاينه شي حاجه ما اللي ما مفهوماش في هاد الحي. شحال نتوما تقريبا اللي شكل 33 واحد، 33 واحد في العريضه، العريضه فيها 33 واحد. 33 سكنه ولا 33؟ في العريضه هما السكان، راه كثار السكان، العريضه فيها غير 33. وما ما ما 33 دار اللي شاكيه بهاد الناس هادو من 2012، وحنا تنشكيو وتنديرو تذاكر ديال الشكايه، ما كاين حتى حاجه بداك الشيء. تيخرجت اللجنه يقول صافي حنا دخلناهم، صافي غادي نحيدوهم. وهاد الناس عطا هادو كانوا ساكنين لهيه في لافيري، وتحرقوا في 91. فاش تحرقوا في 91 عطاتهم السكنه والتعمير، قالت لهم غادي نجهز لكم ونعطيكم بقع بثمن رمزي، حسبت لهم 150,000 ريال، باش حسبت على اساس ما يتبقاش لا فيراي تماك، وما يبقاش لا عواد لا حتى حاجه. ناضوا باعوا البقع ديالهم اللي عطاتهم السكنه والتعمير، وجاو شراو هنا، شراو الجنب الواد باش يستافدوا من هذه الزنقه، واستافدوا من الواد، استافدوا من الجهه الاخرى. ميم دو فاس يستافدوا من هنا ويستافدوا من هنا. دابا كون رجعتي للور ليه، راه الا شعلات العافيه ما طفى لا شي 7 ايام ولا 8 ايام، خاصكم تصوروا للور، شوف اللور شنو مليوح، ها القصب، ها العواد، ها سميتو السواتر، ها الكوادر، الحاجه اللي تشرون دار فايت، ها هو تيجيو يشراو عنده ويلوحوا تماك. وداك الشيء عريان، يدوز غير واحد متهور يرميه وقيده، مشى داك الشيء كلشي مشى، والسلطة ما لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم، معكم أمين شكدال، تنسكن في حي الأرز، رقم الدار 176. أودي اش غادي نقول لكم، هاد الناس معديين علينا. اودي حنا اللي بغى ينعس مريض يجي يقطعوا ليه الطار حدا راسو، اللي مريض يجيبوا ليه المنشار. اللهم ان هذا لا منكر، راه هاد الناس معديين علينا، هاد الناس راه معديين علينا، وتتهضر معاه وتيتهدد علينا، تتهضر مع بنادم تيتهدد عليك. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. واش بنادم تبغي تخرج غير من دار كيتهدد عليك ويقول لك والله تنقتلك والله تندير،
ويجي ويجيب لك المنشار بالعاني هنا حدا حدا راسك قايم الضيف وين وين جر لك وين جر لك السواتر حدا راسك. اللهم ان هذا لا منكر. السلام عليكم، انا الصديق ديال هاد الدري هذا امين شكدال، وكنكون معاه في المنزل ديالو وكنسمع الصداع. راه شي مرات كيكونوا الناس ناعسين في وقت النعاس وكيكون الصداع كيكون نجير بالمنشار الطاروات كيضربوا. المهم هادي شي شهاده الحق. حي صناعي دابا ولينا في حي صناعي بحال تقول حي صناعي نيت راه ما بقاش حي سكني. انا هادي شهاده ديال الحق ولا غادي نقولوا صافي. انا غير الصديق ديالو كنكون معاه في الدار وكنسمع هاد الضجيج هذا.